مرة واحد من شعب كنيستنا كان بيسألني، بيقول يا ابونا احنا مال نقول يسوع المسيح المسيح المسيح، وانا قاعد اقرأ في العهد القديم لقيت ان شاول الملك الرجل الشرير كان بيتقال عنه ان هو مسيح الرب، بل لقيت كورش الملك الوثني اتقال عنه ان هو مسيح الرب، اسماء كتيرة داود هو مسيح الرب. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الملوك في العهد القديم وبين يسوع المسيح؟ ايه الفرق؟ كلمة مسيح هي اصلا جاية من العبري مشيح، من الفعل مشح، مشح في العبري او تتقال بالارامي مشيحة يعني مسح، مسح يعني. كان في العهد القديم الملك والكاهن والنبي كان يمسح بالدهن المقدس، في دهن مقدس ويمسح بيه، دليل ان هو مخصص ومكرس للرب على طول. فاي ملك في العهد القديم كان يطلق عليه مسيح الرب، لان ليس سلطان الا من الله، عايز يقول ان ده يحمل سلطان الله. والملك والكاهن والنبي التلاتة اصلا المفروض في لاهوتنا المسيحي هم خدام الله، سواء كان ملك او كاهن او نبي. الفرق بين العهد القديم المسحاء اللي كان بيطلق عليهم مسحاء وبين الرب يسوع اللي اطلقنا عليه المسيح، في اربع فروق مهمة جدا جدا. الفرق الاول ان في العهد القديم كان يتقال عن شاول انه مسيح الرب، داود مسيح الرب، لكن الوحيد اللي اتقال عنه كلمة المسيح هو شخص الرب يسوع. في فرق كبير بين مسحاء الرب يطلق عليهم كل الملوك مسحاء الرب، اما المسيح معرفة بألف ولام هو شخص الرب يسوع المسيح فقط، زي ما وقف وقال كده انا هو الطريق، مش طريق، هو طريق واحد، انا هو الباب، مفيش ابواب اخرى، باب واحد الى الله الاب الى السماء، هو باب واحد طريق واحد مسيح. فتلاقي الرب يسوع في العهد القديم جاي في النبوات عنه ان هو المسيح الرب او المسيح الموعود به او المسيح الرئيس او المسيح الملك، دي النبوات اللي جاية عن المسيح، الباقيين كلهم مسحاء. اتنين، كل المسحاء في العهد القديم كانوا بيمسحوهم بشر، اما المسيح الرب يسوع فقد مسحه الاب، ده الفرق الكبير. في العهد القديم المسحاء كانوا يمسحوا بالدهن المقدس، اما المسيح فقد مسح بالروح القدس. الحاجة الرابعة، المسحاء في العهد القديم كل مسيح لما يقول فلان ده مسيح الرب، اما ملك او كاهن او نبي، الا شخص الرب يسوع المسيح وحده اللي جمع بين الثلاث وظائف، ملك وكاهن ونبي. ومش بس ملك وكاهن ونبي، ده هو ابن الله، هو الله الظاهر في الجسد. اسيب معاك بس في الختام قول جميل تشارلز جيفرسون، عجبني الكلام اللي قاله، بيقول ان اعظم برهان على كمال المسيح هو انه جعل المحيطين به يعترفون بكماله. كل المحيطين به اعترفوا بكماله، بيقول كده، لم يصدر عنه في اي حديث اي شيء عن الندم او التقصير او خطأ صدر منه، لم يفعل الا كل ما يرضي الاب. يسوع المسيح هو الوحيد المسيح الرب المسيح الرئيس الذي جاء لكي يخلصنا ويفدينا، والرب معك.